السلام عليكم أصدقائي، وياكم حسن من قناة تيك تايم. طبعاً اللي متابع فيديوهاتي بالقناة يقدر يكتشف أنه أنا من عشاق أبل كل أجهزتها وأنظمتها، ودائماً ما أخلي أجهزة أبل أثناء ما أقارن أي جهاز فلاكشيب مقابل الجهاز الثاني. وإذا ترجعون للمقارنات القناة أو مراجعاتها تلقون النوت 9 مثلاً، وأربط بالمقارنة بأبل أو الميت 20 أو الـ LG. دائماً ما أخلي إقبالها أبل، بس أبد ما أخلي أي جهاز صيني كمعيار للمقارنة، واعتبر الأجهزة الصينية دائما أجهزة تجارية تنباع على مدرخص أسعارها بس. وحتى من أجاوب المتابعين الأحبة للقناة أنصحهم إذا يريدون يأخذون أندرويد يروحون سامسونج، لأن سامسونج هي صاحبة الريادة بعالم الأندرويد والوحيدة اللي تساوي أو أحيانا تتفوق على أبل بصناعة الهواتف. لكن هذا المنطق تغير قبل مدة قليلة لما شفت هواوي الميت 20 برو، والصراحة هذا الجهاز صدمني لأن به هواية أشياء أول مرة تدخل بعالم الهواتف المحمولة، وسويت فيديو عن هاي الأشياء تقدرون تلقوه بالرابط. بس الهواوي ميت 20 برو خلاني أدور على كل الشركات الصينية بالسوق أشوف هاي الناس ليش تشتريها ومعجبة بيها، وأني واقف بالضد من هذا الشيء. وأي حد يسألني أقول له عوف الصيني أخو سامسونج أو آيفون، هذيك الأجهزة خسارة. لهذا سويت بحث عن عدة شركات صينية، بالتحديد هي 5 هي الأفضل من حيث المبيعات داخل الصين والأرقام اللي تبيع بها ملايين الأجهزة. حبيت أسوي لكم سلسلة بالقناة عن أهم الشركات، شنو توجهاتها وأهم أجهزتها، والصراحة الصدمة كانت كبيرة خصوصا ويا شاومي وأوبو. وفيديو اليوم هو عن شاومي الصينية، وبي راح ألخص لكم تاريخ الشركة وإنجازاتها بعدة نقاط. أتمنى لكم متابعة ممتعة ويا سلسلة جديدة. كلمة شاومي بالصينية تعني الدخن، هذا اللي مخل العصافير، وبالإنجليزية المي مختصر للموبايل انترنت، والغرب يسميها أبل الشرق لأن كل منتجاتها تشبه أبل نصا. تدرون شاومي تأسس سنة 2010، وأول إنتاج إلها بدأ بسنة 2011، ومديرها لحد اليوم هو نفسه، اسمه ليجون، وكان من كبار المطورين في شركة مايكروسوفت، وعنده شركة ثانية معروفة عالم التجارة هي كينغ سوفت. تدرون أول مرة أعرف إنه شاومي عندها عدة خطوط تنتج أجهزة إلكترونية ومن أفضل الموديلات من حيث التصميم والعتاد، وهي وهواوي شركتنا الوحيدة اللي مثل سامسونج وأبل عندها إيكو سيستم كامل من ساعة وتليفون وسماعة تلفزيون. شاومي تنتج الأجهزة التالية: أولا هواتف محمولة من عائلتين الرئيسية، هي المي هي الفئة الرائدة، وأهمها المي ميكس 3 والبوكوفون، وسلسلة الريدي مي اللي هي الفئة المتوسطة أو الرخيصة مالتها. ثانيا شاشات وتلفزيونات المي 3S قياس 65 إنج 4K فلات ومنحنية، وأيضا المي بوكس وهو كروم كاست مثل مال جوجل، تصميمه ومواصفاته أعلى بكوما من مال جوجل وسعره أقل بكوما من سعر الكروم كاست. ثالثا لابتوبات المي نوت بوك وهي تشبه بالضبط ماك بوك برو من أبل. ساعة ذكية هي المي بانتو، أجهزة كهربائية تبدي بسكوتر كهربائي وسماعات بلوتوث. تخيلوا أنه عندهم سماعة تشبه بالضبط مال أبل بس سعرها 29 دولار، وشفت مقارنات تقول انه جودتها ما تفرق هواية عن سماعة ابل وهي بخمس سعرها. شاومي ايضا تصنع باور بانكات وشاحنات لعدة موديلات. تدرون شاومي رقم 7 عالميا بالتليفونات ورقم 4 بالصين خلال 2017 و18، ومن حيث مبيعات الهواتف، وايضا شاومي هي الشركة الوحيدة اللي هالسنة صاعدة مبيعاتها بنسبة خوف 78%. تخيلوا ابل صاعدة 2.8%، سامسونج نازلة 3.7%، هواوي صاعدة 15%، بس شاومي صاعدة 78%، وإيراداتها هالسنة فاقت 71 مليار دولار. شاومي من بدت ورادت تدخل وتنافس دخلت مفهوم جديد بعالم المبيعات الإلكترونية، وهو أنه ما بدت تفتح محلات وتسوق أجهزتها عن طريق المحلات مثل أبل وسامسونج وهاوي، لا، سوت نظام عالم جديد بمبيعات الهواتف المحمولة اللي هو الفلاش، مبيعات فلاشية يعني أونلاين وبس، وخلت هامش ربحها هو الأقل بالعالم 5%، بحيث صعقت العالم بالمي ميكس 3 وباعت منه 2 مليون وانتبهوا لي 2 مليون تليفون خلال 24 ساعة بس، وهذا رقم يسجل إلها واحدة، وأي تليفون لحد اليوم ما كاسره ولا حتى أي آيفون بأي موديل. ورما شافت الشركات كلها خصوصا الصينية هواوي أوبو طريقة المبيعات الفلاشية، انطلقت كلها تسوي نفس الطريقة. هواوي طلقت لنا الأونر للمبيعات الأونلاين، أوبو طلقت الون بلاس حتى تنافس شاومي. خلال هاي السنة شاومي شافت أن المبيعات الفلاشية بدأت تدخل بها منافسة قوية، فقررت أنها تدخل عالم المتاجر، فتحت 1000 مركز مبيع بالصين وحدها، وتخيلوا سنة 2019 ناوية تفتح 1000 جديدة حول العالم.
أهم فئات ثلاثة موجودة بكل أجهزة شاوم. أولا التصميم، وهو دائما يكون رائع ويشبه أبل نصا، وتحاول شاومي تخلي أجمل بألوان أكثر. المعالجات بعائلة المي هي الأفضل من كوالكوم من سلسلة 800، يعني 835 845 820. أما فئة الرديمي فأيضا تستعمل من كوالكوم، لكن تختار عائلة 600، يعني سناب دراجون 660 640 اللي متوسط الأداء. ثالث فئة الرامات العالية، دائما تبدي 4 ولا 8. أخيرا السعر، اللي ماكو إلى أي منافس نهائيا، انسوا ميمكس بمواصفاته وسعره تلقاه جوا 330 دولار. الريدمي أغلاهم بالفئة المتوسطة هو سعره 230 دولار. هذا ما يتنافس نهائيا حتى من الصينيين نفسهم بأجهزة تشيل نفس العتاد. زين هنا لازم نسأل شلون تصرف لهم يبيعون بهذه الأسعار؟ الجواب هو أكو عيوب أساسية في كل تليفوناتهم. هاي العيوب هي اللي تمكنهم يبيعون بأسعار رخيصة. أولا شاشة LCD دائما مو أكثر من Full HD وجودتها عادية. اثنين متحسسات كاميرا صينية أو من سوني بس بمواصفات عالية كلش، تلقاها رقم 12 13 ميجا 16 ميجا، بس هي الحقيقة المتحسس والعدسة هي من الأقل جودة. الخامات المستعملة دائما من الخط الثاني، يعني بادي ألمنيوم أو بلاستيك مغلف كألمنيوم. سماعات الجودة مالتها وسط، يعني ماكو استعمال لخامات فاخرة بالتليفون، بس يخلون أشياء تجذب الناس مثل تليفوناتهم، أرخص تليفونات بيها معالج سناب دراجون 845. أخيرا أنه كل أجهزتهم تخلي من ميزات إضافية، مثلا ما بيها مقاومة مي وغبار، ما بيها شحن سريع. هاي الميزات الإضافية أيضا ترفع عن السعر، هم يشيلوها. هذا كان فيديونا اليوم عن شركة شاومي، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم. في أمان الله.